تم في كاتدرائية القديس جوارجيوس في عمان رسامة السيد بول حناجوري شماسا إنجيليا في كنيسة الروم الكاثوليك بحضور جمع كبير من المؤمنين وذوي الشماس. إلى المزيد. المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسر. بقداس إلهي مهيب ترأسه سيادة المطران كير جوزيف جبارة رئيس أساقفة أبرشية بيترا وفيلادلفيا وسائر الأردن للروم الملكيين الكاثوليك. أقيم خلاله رسامة السيد بول جوري شماسا إنجيليا في كاتدرائية القديس جوارجيوس أم السماق. حضر القداس الإلهي ومراسم الرسامة سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن وعدد كبير من الأباء الكهنة والراهبات والشمامسة وعائلة المرتسم وجموع من المؤمنين. أحيى القداس بالتراتيل البهية جوقة الرعية ونظمه مجموعة كشافة ومرشدات شبيبة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك أم السماق. وبعد قراءة الرسائل والإنجيل المقدس رفعت القرابين الطاهرة على نية الشماس بول لأن يجعله الله خادما أمينا في حقل المسيح. وبعدها قدم المطران جبارة عظته للجموع شارحا خلالها عن الشماس منذ يوم ولادته وحتى يومنا هذا مادحا كل أعمال الخدمة التي يعملها وينتظم بها على الدوام. كلمة صغيرة بس عن الشماس بول للأشخاص اللي ما بيعرفوه. بول ولد في الأراضي المقدسة في عائلة مسيحية ملتزمة مكونة من 6 أولاد 4 بنات وولدين. بدأ حياته في خدمة الكنيسة انطلاقا من رعية الرسولين بطرس وبولس في جبل ويبدي بعمر 7 سنوات، كما انه انتسب للحركة الكشفية لسبب تلاقوا كشاف كتير الليلة بالاحتفال لانه كلهم بالنسبة له زملاء. منحه المطران إلي بشارة حداد سنة 2016 الإذن بمناولة المرضى في هذه الرعية، وهو لا يزال إلى الآن مواظباً بأمانة على هذه الخدمة الكنسية. هذا وقد ساعد أيضاً في الخدمة في رعيتي القديس النبي إيليا جبل الحسين والقديس جوارجيوس الفحيص. عمل لسنوات عديدة في بنك ستاندرد تشاردر مديراً لقسم القروض المتعثرة، وقبل أن يقدم استقالته منه بدأ بتعميق ثقافته اللاهوتية منذ سنة 2016 في معهد الكنيسة اللاتينية الذي هو على اسم القديس كيريلوس، وهو الآن ملتحق بجامعة بيت لحم لدراسة اللاهوت والكتاب المقدس. تزوج بول من السيدة مها زباني منذ سنة 1990، وقد استحصلت الكنيسة على الموافقة الخطية للسيدة زوجته. شكراً كمان ست مها. بحسب شهادة أبيه الروحي قدس الأب بسام شحاتيل يقول في رسالة التوصية، بول شخص ناضج ملتزم بالكنيسة وبالصلاة، يحب الخدمة ويسرع إلى تلبية أي طلب يطلب منه، فكل التوفيق للمرتسم الجديد بول في حياة الخدمة، والتبريك للكنيسة وللأبرشية بباكورات الشمامسة الدائمين، والمجد لله أولاً وآخراً.
ومن ثم بدأت مراسم الرسامة بدخول الشماس من وسط الكنيسة رمزا لدخوله من بين المؤمنين ليخدمهم، ساجدا 3 مرات متجها للمذبح ليدور حوله 3 مرات. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. يا اشعيا ارقص طربا لان العذراء قد حملت في احشائها وولدت ابنا هو عمانوئيل الها وانسانا معا واسمه الماء وبعدها رفع سيادة المطران البطرشيل المقدس ملبسا إياه وهو يردد مستحق 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 مستحق. وفي الختام ألقى الشماس جوري كلمة محبة للجميع قال فيها: الشكر أولا إلى الله العلي القدير الذي منحني هذه الرتبة المقدسة، كما رفع الشكر إلى سيادة المطران كير جوزيف جبارة الذي منحه هذه الثقة، وكذلك إلى الآباء أعضاء المجلس ولزوجته وعائلته، طالبا من الجميع الصلاة لأجله ولأجل خدمته الجديدة. أبدأ كلمتي هذه أولا بالشكر إلى الله العلي القدير الذي منحني هذه الرتبة المقدسة، والشكر إلى سيادة المطران كير جوزيف جبارة الذي منحني هذه الثقة، وكذلك إلى الأباء أعضاء المجلس المحترمين. أقف اليوم أمام الرب وأمامكم كي أجدد عهدي بأن أكون أهلاً لهذه الرتبة وأن أعمل كل ما في جهدي لأكون المثل الصالح للجميع، وأعاهدك يا سيدي بأن يكون اهتمامي الكبير والأول لكبار السن والمرضى في البيوت والمستشفيات، وذلك من خلال الصلاة معهم ومناولتهم. سيادة المطران جوزيف، أعدك وأمام الجميع بأنك لن تندم أبداً على اختيارك لي كخادماً للرب والكنيسة، بل ستكون فخوراً بأن ثقتك بي كانت في محلها، طبعاً ليس بالقول بل بالفعل والخدمة. وأنا في خدمتك وخدمة أي كاهن يطلب مني المساعدة، وكذلك بخدمة الشبيبة والكشاف في أي موضوع أستطيع المساعدة فيه. قبل أن أختم رسالتي هذه، أود أن أقدم الشكر إلى زوجتي مها التي تدعمني دائماً وتمنحني القوة والخدمة للرب والكنيسة والمؤمنين. وأخيراً أطلب منكم جميعاً بالصلاة لي كي أكون قوياً في خدمتي وأن لا أحيد عن وعدي لله ولكم وللكنيسة، خادمكم الشماس بول جوري.